نبيلة بن عمر، رئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة. النشاط اللي حضرنا له اليوم وساهمنا فيه هو كان تنظيم الأمانة المحلية لأقدر الرياض لحزب الأصالة والمعاصرة، وكان لقاء حول المدونة في الشمولية ديالها والتعديلات ديالها، مدونة 2004، وشنو كيخص شنو المطروح في التعديلات. الشق اللي تكلفت به انا كان الشق اللي هو شويه فيه ديال التاريخ، المسار الديمقراطي ديال المغرب، الاختيار ديال بلادنا، اختيار ديال الديمقراطيه وديال المساواه ما بين النساء والرجال، وهذا منذ 1947 في الخطاب التاريخي المغفور له محمد الخامس في طنجه، نهار اللي اعطى الكلمه للاميره للا عائشه. طرقت ايضا ان المسار الديمقراطي والتعديل ديال مدونه الاحوال الشخصيه اللي اعطتنا المدونه ديال 2004، و20 سنه من بعد التطبيق كانوا بانوا كاين ثغرات. اولا الملائمه مع الدستور 2011، ثانيا صعوبه التطبيق ديال بعض المقتضيات ديالها، وثالثا كاين تحولات اجتماعيه واقتصاديه اللي ما بقاتش هذه المدونه ملائمه لهم، مثلا بحال العدد ديال النساء اللي هما معيلات الاسر، وبزاف ديال الحاجات اللي كانت كدعى اننا نطالبوا بتعديل المدونه. الحمد لله ان كان واحد النتيجه هي رائعه، وان صاحب الجلاله نصره الله طرق بجديه هذا الموضوع هذا، ونصب اكثر من هذا الشيء ان نصب هيئه لمراجعه المدونه واللي فيها متدخلين ذوي الاختصاص. كان انفتاح كبير على المجتمع المدني وعلى الاحزاب وعلى الهيئات ان نزلوا المذكرات ديالهم، وحنا في هذا الوقت كننتظروا ان شنو غادي يتمقد من بعد هاد الشيء هذا كله. سلامة كريمة، عضو المجلس الوطني للأصالة، الحزب الأصالة والمعاصرة، عضو اللجنة التحضيرية، عضو في مجلس جهة رباط القنيطرة، كاتبة المجلس ومحامية بيئة الدار البيضاء. اليوم انتم تتواجدوا معنا في ندوة فكرية حول مدونة الأسرة وأي إصلاحات. هي صراحة يعني مائدة مستديرة، وكانت مائدة جميلة جدا، وعندها واحد الخصوصية أنها كان فيها مجموعة ديال الشباب والشابات المنخرطين في الحزب على مستوى أمانة المحلية لأقدار الرباط للحزب، الأمانة المحلية للأصالة والمعاصرة على مستوى أقدار الرباط. تبارك الله، كان حضور نوعي، مجموعة شابات وشباب أطر دكاترة في عدة تخصصات وحاملي الشواهد العليا كما قلت في عدة تخصصات، وانتم شفتوا النقاش ديالهم، كان نقاش بيان سيبلي يعني محدد جدا، وكانت أفكار متنوعة، وكانت مداخلات عندها واحد مقاربة شمولية، المفهوم الشمولي للإصلاح مدونة الأسرة. كان نقاش أخوي ودي بين مجموعة من كما قلت الشباب المتنور. خرجنا على النظام التقليدي في إلقاء الندوات يعني بخطابات مبرمجة مسبقا، بل بالعكس كان خطاب مفتوح ونقاش مفتوح، وخرجنا بمعطيات، والأكثر من ذلك أدركت أن الشباب أقدال على الخصاص يعني على دراية تامة المنتظر أو من الفلسفة المنتظرة من إصلاح مدونة الأسرة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.